لتحضير التيراميسو خفيف الدسم نحن بحاجة لعلبة جبنة كريمة قليلة الدسم حطيناها بالخلاط ومنضيف عليها كريمة الخفق الخاصة بالحلويات ومنزيد لها سكر الفركتوز مش الكمية كلها نص الكمية نسكر الخلاط منيح لازم نتأكد انه السكر يدوب منيح مشان هيك منحط الكمية كاملة صوب الآخر نرجع نحطه على قوة قوية بعد ما حضرنا الكريمة بالخلاط الكهربائي بدنا ننتقل للبسكوي نحن نقينا هون 24 حبة بسكوي بالطول من هولي اللي بيبقوا هشين من جوا قلبهم خفيف وبقالب كبير بدنا نحط كبات المي وندوب فيها القهوة والسكر الفركتوز أكيد لازم يصير المزيج متناسق كل شخص بيحدد تيراميسو على طريقته فينا نحط البسكوي بكعب الصينية بشكل متناسق ونضيف عليها القهوة اللي دوبناها بالماء والسكر وفينا نغطس كل إصبع لحاله ونحطه بالجاط لأنه بياخد نكهة أكثر منضيف مزيج الكريمة على البسكوي نحن عم نستعمل نوعين من الشوكولا شوكولا البودرة المر والشوكولا البرشني اللي جاي من الشوكولا الأسود يعني بمقدار ملعقتين أو ملعقة ونص كبيرة نخلطهم مع بعض ليطلع شكله حلو أحلى نستعمل المصفاية من بعد ما خلطنا الشوكولا مع بعضهم بنحطهم بالمصفاية فوق الصينية ومنوزعهم من بعد ما خلصنا تحضير التيراميسو بدنا نحطه بالبراد لمدة أقل شي 45 دقيقة ليسقع ويصير طيب صحتين خلال فترة رمضان بنصحكم تحضروا الحلويات بالبيت لأنه بتكون أخف بالدسم وبالوحدات الحرارية وبالسكر مثل ما شفتوا حضرنا التيراميسو كتير قليل الدسم في يعني شي كتير بسيط من السكر هو سكر الفواكه وبيكون صحي